السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب، قناة عبد العزيز جبر. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو الريموت كنترول بانل أو ريموت كنترول يونت. طيب، إيه أهمية الموضوع ده؟ باختصار شديد جدا يا جماعة، إحنا لما جينا نتكلم على الويل كنترول قلنا ان الويل كنترول بتاعك ده بيبقى انت محتاج باسرع ما يمكن ان انت تقفل على الكيك، مظبوط كده؟ فلو حضرتك الحفار مثلا لقى قدامه على السنسور ان في بيت جين، هو محتاج ياخد اكشن، محتاج يقفل البير، هل ينفع بقى يجري على ما يقفل الفور واي 3 بوزيشن فالف ده، يقفل الرامات مثلا من خلالها، يعني اللي هي موجوده في الكوميونت، يعني المسافة تبقى 120 قدم على ما ينزل من فوق من على الريك فلور ويطلع جري ويقفله من هناك، اللهم ان البير يكون يعني خلاص، يكون احنا خدنا كيك كبير، او ممكن يكون محصلة مشكلة. لكن عشان كده بقى كان لازم ان احنا نوجد وسيلة سريعة وفعالة، وهي الريموت كنترول بانل. وهي باختصار شديد كده، هي ريموت كنترول بانل ده منظرها بالظبط اهو، زي ما انت شايف كده، تبقى موجودة فوق، واحدة منها عند الحفار، دي بتبقى موجودة فوق عند الحفار، ودي بتبقى موجوده في اوضه التول بوشر. دي بتبقى موجوده فين؟ في اوضه التول بوشر تحت، وكلهم بيبقوا متوصلين من بعض. ليه؟ لا قدر الله لو ديت باظت، يبقى احنا معانا الباك اب ايه ديت، او ايهما اسرع بقى لو حصلت مشكله برضو يروح بسرعه يقفل الرامات بسرعه. طيب، ايه الفكره بقى فيها يا جماعه باختصار شديد؟ الفكره باختصار شديد ان انا بعمل فولي كنترول للبي او بي. هي طبعا بتبقى واخده شكل البي او بي اهو، بعمل فولي كنترول للبي او بي من خلال فوق هنا. ازاي يا جماعه الكلام ده؟ انا عندي هنا اهو، بيبقى في عندي هنا حاجه اسمها ماستر فالف، او اللي بيبقى ده اللي بيسمح بالفانكشن بتاع الاير، يعني زي ما انت شايف طبعا دي من قدام اهي، منظرها من قدام، وبتبقى من هنا منظرها من ورا. خلاص، دي بتبقى متصله من هنا، الجانكشن بوكس بتاعها اهو بيبقى متصل بالجانكشن بوكس بتاع الهيدروليك يونت يعني. خلاص، طيب نرجع لمرجوعنا تاني. بقول ان هي باختصار شديد ده بتبقى شكل واخده نفس رسمه البي او بي بالظبط. ادي البي او بي بتاعك اهو، بيتكون من انيولر، فلازما بتكون موجوده فوق، وبيكون لها هنا في حضرتك هنا اهو، ده عامل زي الريجوليتور كده، هو وضع يدي كلوز، ووضع تاني يدي سوري اسف، وضع الناحيه دي يدي اوبن، ووضع الناحيه دي يدي كلوز. خلاص، بيبقى عليها برضو نفس رسمه البي او بي زي ما قلنا اهو، في مثلا ده البلايند رام، ادي وضع الاوبن وادي وضع الكلوز، ادي عندك الباي برام، ده وضع الاوبن وادي وضع الكلوز، وطبعا بيتحرك الايه المسطره اللي هي في النص، المسطره دي يمين او شمال، شمال او يمين، ونفس الكلام برضو فيها في الاتش سي ار، وهنا الاتش سي ار، ونفس الكلام للبي او بي. اذا كل ما هو هيدروليكي، واخد بالك، كل ما هو هيدروليكي بيتحرك عن طريق الريموت بانل ده، اقدر اتحكم فيه بالريموت بانل عن طريق ان انا بعمل له اير اوبريتد اوبريشن. خلاص، ده هنا برضو الباي باس اهو، الباي باس مش هو برضو زرار، مش هو برضو فالف فور واي 3 بوزيشن، يبقى نفس الشيء برضو الباي باس بتبقى موجوده فوق. خلاص، برضو بقدر اقرا من خلالها البريشرات بتاعتي. ادي عندك ده الاير بريشر مثلا، ده هنا الكومي او الاكيوميوليتور، ده هنا المانيفولد، ده هنا الانيولر. خلاص، ليه؟ لان احنا اتفقنا ان كل واحده من دولت بتبقى ليها تحت حاجه اسمها ترانسميتر. الترانسميتر ده اللي بيتشاف، يعني البريشرات ده اهي بتبقى واصله من خلال الجانكشن بوكس هنا، بحيث ان هي تقرا لك الترانسميتر، وهو الترانسميتر ده اللي هو بينقل لك قيمه العداد اللي موجود جنبه، سواء اذا كان ده بتاع الانيولر يقرا الانيولر، سواء اذا كان ده بتاع المانيفولد يقرا المانيفولد، او اذا كان هنا يقرا بتاع الكومي بذات نفسه. خلاص، خلاص كده يا جماعه. فدي بشكل عام اهو، ده من شكلها من قدام، ودي شكلها منين؟ من ورا. ماشي، مظبوط كده يا جماعه. طيب، ايه اهميه دي بقى؟ في نقطه برضو مهمه قوي. فلنفترض جدلا ان واحد بيهزر مع زميله، او واحد وقع، او واحد بالغلط، او واحد سند على اللوحه كده بالغلط، فهل مثلا تلاقيه يدي الفانكشن على طول؟ طبعا الاجابه غلط. احنا لمزيد من الامان هنا خلينا الفانكشن اللي تتعمل عن طريق لازم ايديك الاثنين، ايد بتمسك الماستر فالف اهو تفتحه، فيتسمح بدخول الاير الهواء، فالهواء لما يخش جوه، طبعا الاير بيبقى متوصل من هنا يعني بالكمبرس، فالهواء لما يخش جوه وحضرتك تضغط على الماستر اللي موجود اهو،
الماستر اللي موجود زي ما انت شايفه متوصل دايركت بالاير على طول، واخد بالك؟ فلما الماستر ده حضرتك تضغط عليه، واخد بالك انت، فيبدا هو يفتح للهواء ان هو يخش ليه عشان يؤدي بقى اي فانكشنز انت عايزها بعد كده. يبقى بفتح الهواء وبعد كده ده بايدي الشمال مثلا، وايدي اليمين تفضل ضغطه على زرار الاوبن، وعيني بقى في الحالات دي على حاجتين اتنين، عيني على بيبقى في هنا اضاءه يعني لمبه بتضيء، وهنا لمبه تانيه بتضيء، يعني في وضع الاوبن في لمبه بتقيد اخضر، وضع الكلوز بتقيد احمر، خلاص؟ يبقى حضرتك هنا عيني بقى على اللمبه لحد ما تنور، وعيني على البريشر اهو، لان المفروض ان البريشر ده هيبدا يقع وبعدين يرجع يزيد ياخد قيمته مره تانيه. ده معناتها ان الفانكشن كده بالشكل ده كملت تماما. يعني لو خدنا مثال على سبيل المثال، بقول ان انا عايز اقفل البايبرام دي، بعمل ايه؟ ايدي الشمال على الماستر فالف اهو، واجي ضاغط عليه فاتح اتجاه فاتح الهواء ان هو يخش جوه للايه؟ للبانل، خلاص؟ وتنيني ضاغط على الماستر ده للاخر، وايدي اليمين انا عايز اعمل اقفل البانل، يبقى ايدي اليمين هتودي ايه الداع ده اهو ناحيه الكلوز، وتفضل دايسه عليه لحد ما حضرتك الاضاءه هتلاقي اللمبه اهو نورت، وهتلاقي في نفس التوقيت ده اهو معنى ان الاضاءه نورت، يعني ان معنى ان الاضاءه نورت هنا معناته ان حضرتك ان الاير اللي داخل ده وهو متوصل ماشي من خلال الجانكشن بوكس، خلاه ماشي ان هو في الخطوط في الخطوط في الخطوط لحد ما وصل عند ال عند الـ اسمه ده بتاع ده الفور واي 3 بوزيشن فالف ده، لحد ما وصل لحد الفور واي 3 بوزيشن فالف، وبالتالي نجح ان هو يعمل ايه؟ يوديها يمين او شمال. يعني انت عايز تعمل كلوز، يبقى قفلنا الكلوز من هنا. فاول ما انت ما بتقفل الكلوز من هنا، في هنا جواها في الحته دي مايكرو سويتش حس بالحركه، فيجي اول ما يحس بالحركه ايه؟ يجي مرجع لك الاشاره هنا مره ثانيه، ترجع لك عن طريق الجانكشن بوكس، تمشي في الراجع بتاعها اهو لحد ما توصل لايه؟ لللمبه، فتلاقي اللمبه نورت. اذا حضرتك معنى كلمه ان اللمبه نورت تساوي ان حصل شيفت في الثري بوزيشن فور واي فالف، خلاص؟ لكن هل ده يعني ان الفانكشن تمت؟ لا طبعا، الفانكشن مش هتتم غير لما تشوف بعينك الرامه قفلت، وفي نفس الوقت بقى تلاقي البريشر بتاع المانيفولد، بريشر الاكيوميوليتور والمانيفولد نزلوا هما الاثنين، ثم بداوا يرجعوا للقيمه الاصليه بتاعتهم، وساعتها ابص بقى على عيب عيني على البي او بي الاقي الرامه فعلا قفلت. يبقى كده الفانكشن كده كملت بشكل تام، غير كده يبقى الفانكشن فيها حاجه ايه؟ ناقصه. خلاص؟ واضح يا شباب؟ يبقى من خلال الريموت كنترول اهي، ده شكلها بالظبط اهو يا شباب، ده الماستر بتاعنا اللي بيسمح بدخول الهواء. ده عندك زي ما قلت لك ادي لمبه تقيد اخضر اصفر مثلا، وهنا الثانيه احمر. انت وادي هنا الزرار اللي انت بتقفل وتودي وبتجيب بيه، نفس الشيء هنا في الانيولر، في برضه لمبه حمراء، لمبه صفراء ولمبه حمراء. هنا برضه لمبه خضراء، اسف، خضراء وحمراء وخضراء وحمراء، كل واحده فيهم فيها لمبتين، او كل واحده لها لمبتين، خلاص؟ وادي الباي باس بتاعك اهو، عشان لو احتجت تعمل شير، فبرضه بتيجي اول حاجه خالص ضاغط على الماستر وموجه الباي باس بتاعك انك تفتحه، هتلاقي المانيفولد ده نط بقى 3000 زيه زي الاكيوميوليتور بالظبط، ساعتها تقدر تحرك تشتغل بالماستر تاني، وتودي ايدك الناحيه التانيه على البلايند رام، وبالتالي تقدر تنجح ان انت تقفل البلايند شير رام. خلاص؟ طيب، فبنقول هنا بقى عباره عن ايه؟ It control all hydraulic functions، كل ما هو بيشتغل بالنظام الهيدروليكي في قلب البي او بي، واللي تشوك والكل الفالف والحاجات دي كلها بتلاقي لها جزء من هنا، احنا بنعمل له بقى ايه؟ اير اوبريتد. يبقى الكنترول بانل دي اسمها اير اوبريتد، انما اللي بيعمل الفانكشن تحت هيدروليكالي اوبريتد. خلاص عشان بس ايه واضحين. البروفايد كنترول برضو في نقطه اخدنا من فوائد ديت، ان احنا قلنا انت عندك فيه، بص، في عندك زرار فوق كده في الانيولر اهو، اللي هو الزرار ده اهو، اللي هو بيبقى عشان لو بتعمل ستريبنج، زرار بتاع ال انت لو عايز بتعمل ستريبنج، فبنقول ات بروفايد كنترول انيولر ريجوليتور بريشر سيتنج. وقلنا الكلام ده، ركز معايا، احنا قلنا اهو انت عندك ده السلكتور اهو، مش احنا قلنا ده السلكتور، لما احطه لفوق كده يعني في وضع البانل، يبقى انا اقدر اتحكم في الانيولر بي او بي ريجوليتور، او الريجوليتور من اهو زي ما انت شايف اهو جاي له اشاره من هنا، يعني يبقى انا بقدر اتحكم فيه عن طريق ايه؟ الريموت كنترول بانل.
وده بيفيدني وانا بعمل ستريمنج خلاص. انما لو حطيته في الوضع بتاع اليونت يبقى التحكم الوحيد او مصدر الهواء الوحيد اللي داخله هيكون داخله من هنا، وبالتالي هيبقى مهما اعمل مش هيتحرك من عندي من فوق خلاص. يبقى ناخد بالنا قوي من النقطه دي لانها نقطه مهمه الخطوره. بنقول الانيولر بتاعنا اهو بتوفر البروفايد كنترول الانيولر ريجوليتور بريشر سيتنج برضو منين؟ من فوق من هنا. الكلام ده بنستخدمه في حاله الاستريمنج. بقول برضو بتعمل كنترول للمانيفولد جيج ريجوليتور باي باس، ادي الباي باس بتاعك اهو بقدر ان انا افتحه او اقفله عن طريقها برضو. فبقول برضو ان هي اتس تو هاندد اوبريشن، يعني لازم ايديك الاثنين يكونوا شغالين، ايد بتفتح الماستر فالف وايد ثانيه بتنفذ الفانكشنز اللي انت عايز تنفذها. حاجه في غايه الاهميه قلنا عشان معامل الامان، لا قدر الله لو حد صد فيها هو ماشي في اي حاجه منهم ما يحصلش اي مشكله خلاص. طيب بنقول بقى هنا احنا محتاجين على الاقل مينيمم 1 ريموت بانل في البريم خلاص. بنقول في جرافيك بتعمل ايه؟ بتاكت از جرافيك برزنتيشن فور ذا بي او بي ستاك، يعني هي بتعمل لك وصف تفصيلي للبي او بي زي ما انت شايفها. كنترول اول هيدروليك فانكشنز اون ذا بي او بي اند تشوك فالفز، يعني بعمل بيها على اللي هو قصدي التشوك فالفز ده القصد بقى هنا ايه اللي هو الاتش سي ار، يعني الاتش سي ار خلاص. بقول ديسبلاي بوزيشن اوف كنترول فالفز اللي هي 3 بوزيشن 4 واي، بعرف اذا كان كلوز ولا اوبن لما اللمبه تنور اذا كانت هنا او هنا. طيب ديسبلاي الكتريك بامب راننج، والكلام ده بنعرفه في الاوف شور اونلي، لان طبعا ادي عندك هنا الحاجات بتاعت الاوف شور بتبقى اكتر شويه فبيبان معاك برضو فلاش اون دوت اوبريت، يعني بيبان معاك الامور دي كلها اكتر يعني خلاص. طيب هنا ماشي كده شباب. كنترول فور انيولار بي او بي ريجوليتور بريشر سيتنج، قلنا ان احنا بنعمله ليه الكلام ده يا جماعه؟ بتحكم فيها من فوق ليه؟ علشان حضرتك وانت بتعمل ستريبنج والعين التول جوينت بتبقى معديه، وبالتالي عشان ابقى عامل هولد كويس مش ما بوظش الايه ما بوظش الانيولار يعني الباكنج بتاعه النازل خلاص. طيب بقول له كنترول فور مانيفولد ريجوليتور باي باس فالف، نفس الكلام اللي قلناه. طيب بقدر اقرا بقى منها ايه؟ ايه الحاجات اللي اقدر اقراها منها كمان؟ بقدر اقرا منها الاكيوميليتور بريشر لازم يكون 3000، المانيفولد ريجوليتور بريشر او المانيفولد بريشر لازم اقراه يكون 1500، الانيولار بي او بي ريجوليتد بريشر اللي احنا بنقول عليه من 500 من 600 ل 1500، واخيرا الريج اير بريشر اللي احنا بنقول بيساوي 125 بي اس اي. طيب دلوقتي يا جماعه ازاي الفانكشن بتحصل لحد ما تشوف يعني هاو فانكشنز ار اوبريتد. انا دلوقتي ضغطت على الزرار ده مثلا للبايب رام، ازاي اوصل الدايره بتوصل لحد ما البايب رام هنا ما تقفل؟ ازاي لحد ما البايب رام هنا ما تقفل؟ فبقول انا ضغطت على الزرار ده اهو، بيلاقي هنا في اير، الاير ده بيبقى متوصل بال 3 بوزيشن 4 واي فالف خلاص، يبقى في اير لاين اهو خطوط الهواء خش على هنا. فلما يخش عليها تيجي محركه دي، فدي لما بتتحرك اللي هو الفور بوزيشن فور واي زي ما احنا خدنا قبل كده، بيبقى حضرتك متوصل بقى خراطيم اللي هي الهيدروليكيه، بيبقى متوصل بقى ايه؟ هيدروليك لاينز اللي هي خراطيم الهيدروليكيه، سواء اذا كانت كلوز او اذا كانت اوبن خلاص اهي. الخراطيم دي كل خرطوم منهم بيبقى متوصل، كل رامه منهم مثلا او كل جزء منهم متوصل بخرطوم، واحد كلوز واحد اوبن، واحد ايه كلوز واحد اوبن خلاص. فاول ما حضرتك ما بتضغط هنا والهواء يمشي ويحصل ان الفور واي 3 بوزيشن يتحرك، بيجي مدي بقى هنا في مايكرو سويتش بيدي اشاره، تيجي الاشاره دي راجعه في الراجع بتاعك فتخلي لك اللمبه هنا تنور خلاص. وبعدين بقى لما ده يتحرك فيقوم ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل البريشر بتاعك بيبدا يتغير من الاوبن للكلوز او من الكلوز للاوبن على حسب. هتلاقي حضرتك مثلا الكلوز ده كان 1500 مثلا، لو انت هتقفل اتحرك لما حركت الفور بوزيشن ده الاوبن راح على الفنت هنا، والخط بتاع الكلوز اصبح فيه 1500 بي اس اي، وبالتالي بتلاقي الاكيوميليتور بريشر وقع، المانيفولد بريشر وقعوا، وبعدين رجعوا يزيدوا مره ثانيه. وبعدين ابص بقى عندي هنا الاقي الفانكشن ايه كملت. طيب ممكن يحصل ايه بقى على سبيل المثال؟ انا مثلا ضغطت هنا اهو، ضغطت هنا مثلا الزرار عشان افتح الرام،
ومثلا بقى ايه ممكن، ايه الاحتمالات اللي ممكن تحصل؟ ممكن الرمى مثلا، عندك بقى مشاكل عديدة، ضغطت هنا ممكن لا قدر الله يبقى الهواء مش واصل فتلاقي الفانكشن ما حصلتش، ممكن نضغط هنا والهواء واصل بس الثري واي فور بوزيشن ده بقى له سنة ما حدش صينه فمستاك فالفانكشن ما حصلتش، ممكن ده يحصل اضغط هنا والهواء ويمشي في الهواء وده يتغير بس الخطوط دي مفصولة او بلاجد فبرضه الفانكشن ما تتمش، ممكن كل ده يحصل وده يمشي وده سليم وكل حاجة واجي هنا الاقي الشافت نفسه هو اللي مستاك مثلا بقاله كتير في الاستاك ولا حاجة ما اتحركش، ممكن فلاقي برضه فانكشن كده. اذا في حاجات كتيرة جدا ممكن تبوظ الفانكشن بتاعنا، فاحنا بنقول اهو الدايرة بتبقى ماشية ازاي، الاير بتاعك بيبقى موجود اهو، اللي انت لما بتفتح الماستر فالف بتدخل الاير بيجي داخل اهو حضرتك على هنا، تضغط على الزرار ده مثلا اوتوماتيك بينتقل الاير الى المايكرو سويتش الفور واي فالف الثري بوزيشن فور واي فالف، والمايكرو سويتش بتاعه بيجي مد الراجع على طول او حس بالاشارة فبيجي مديك الراجع يخليك ده تنور او تعمل، في نفس الوقت لما ده بيتحرك بقى يمين او شمال بتلاقي خط الاوبن مثلا هنا كان هي اوبن وبعدين بقى كلوز فتحول المانيفولد دايركت على الكلوز وبالتالي اصبح البريشر بتاعك موجود مثلا في الكلوز وليس في الاوبن وبالتالي تلاقي الفانكشن بتاعتك تمت، وهكذا بقى على الجميع الحاجات. تمام كده؟ طيب وده منظر برضه اهو زي ما قلنا، طبعا ده نفس الشرح تماما تماما يعني اهو زي ما قلنا، طبعا ده اللي بنتحكم فيه في اثناء الاستريمنج يعني اثناء الاستريمنج عشان تزود او تنقص عشان تزود او تنقص الريجوليتور بتاعك يعني تبقى واخد بالك، ادي الاير ريج اير وادي الاكيوميليتور ده الانيولار ده المانيفولد واخد بالك انت، ده زرار الماستر ده زرار الماستر بضغط عليه واعمل الفانكشن اللي انا عايزها كلها واتحرك واقفل وافتح زي ما انا عايز، ساعتها مثلا لو عايز اعمل على الرامه دي على سبيل المثال باجي ضاغط على ده اهو وضاغط هنا فيبقى هي اقول له مثلا اوبن فده متوصل اهو على الاوبن، في هنا ايه مايكرو سويتش خلاص المايكرو سويتش اول ما في اير هنا جه ضغطت الاير من هنا فراح الاير مضغوط الناحيه دي خلاص، اول ما ضغطت من هنا ده اتحرك الناحيه دي فراحت محركه لي الفور واي ثري بوزيشن فالف اتحرك يمين او شمال على حسب، اول ما اتحرك حطك بقى في وضع ايه ده المانيفولد حضرتك إيه حط البريشر فيه فانت انتقل بقى البريشر بتاعك من المانيفولد الى الكلوز او الاوبن زي ما انت تشوف انت هتعمل ايه، فتلاقي البريشر انتقل معاك وعمل لك الفانكشن سواء اذا كنت بتفتح او اذا كنت بتقفل. طيب بعض الملحوظات، ايه بقى المال فانكشنز اللي ممكن تحصل زي ما قلنا لاي سبب من الاسباب، ممكن نقول نتيجه ان في ستاك في البوزيشن في الفور في الثري بوزيشن فور واي فالف، ممكن نقول ان في بلاج في الاير لاين واخد بالك، ممكن نقول ان في ديسكونكت للاير لاين مش متوصل، ممكن نقول ان في بلاج في الهيدروليك لاين اهو يبقى ممكن الاير اهو في اللي فيه مشكله، ممكن البلف اهو هو اللي مستاك، ممكن الخطوط دي فيها بلاجد او مش متوصله، ممكن برضو يكون في ستاك في البيستون بتاع البي او بي نفسه اللي شغال مثلا على سبيل المثال الشافت اللي هنا او البيستون اللي فوق ممكن يكون مستاك، فانت عشان تحل السؤال دايما بيتسال الاسئله كتير في السؤال ده فعينك دايما على حاجتين اتنين، على قرايه على شكل لون اللمبه وعلى قرايه العداد تعرف منهم بالظبط ايه اللي حصل وتتوقعه خلاص، يبقى your eye on the gauges and the light of the color بتاع اللمبه يعني ده is the key to solve the question. طيب تعالوا بقى ناخد مجموعه من الحالات بنقول how to confirm the function successfully operated، واخد بالك ازاي بعرف ان الفانكشن ديت اتعملت بنجاح، فبقول اول حاجه خالص يعني انت مثلا ضغطت على الزرار فالزرار اداك اتنقل من اللون الاحمر للون الاخضر ويت ا مينت يبقى احنا بنقول ازاي اتاكد ان الفانكشن حصلت بنجاح يعني، فبقول انا ضغطت خلاص على الزرار بتاع الريموت بانل فبلاقي ان الاكيوميليتور بريشر نقص وبعدين زاد تاني للنورمال فاليو بتاعته اللي هو 3000، والاقي مثلا المانيفولد بريشر قل وبعدين زاد مره تانيه للنورمال فاليو،
الاقي ان في الفلو ميتر ران ذن ستوب افتر ذا ريكوايرد فوليوم ايه اوف فلويد. بعد ما حصل بلاقي اللمبه اتغير لونها. في الحالات دي لازم الاربعه مع بعض عشان اقول ان حصل الفانكشن بنجاح، ان انا قفلت الرامه، فتقول انها ايه خلاص تمت بنجاح خلاص. لا قدر الله بقى، بيقول لك لو المانيفولد بريشر وقع مره واحده للزيرو فجاه كده، وانت بتعمل ايه؟ اصبح ما عندكش بريشر في المانيفولد، يبقى ساعتها على طول افتح الباي باس. يبقى وات ذا ايميديت اكشن تو تيك تو كلوز ذا بايب رامز، على طول اوبن ذا باي باس فالف، افتح الباي باس هتاخد ال 3000 مره واحده خلاص. يبقى اوبن ذا باي باس فالف. طيب الريموت كنترول بانل بقى فيه شويه ملحوظات زي ما انت شايف كده لازم ناخدها عليهم. فبنقول ايه؟ When the POP RAM in the close position، لما تبقى في وضع الكلوز اللي هي مقفوله، يبقى الكلوز لاين هاز 1500 بي اس اي. واحنا حكينا على الكلام ده لما كنا بنحكي على ايه؟ على الفور واي 3 بوزيشن فولت، تمام؟ طيب بنقول اهو When the POP RAM in the open position، في وضع الفتح، يبقى الاوبن لاين هاز ايه؟ 1500 بي اس اي، تمام؟ طيب بقول لك اهو When the four way valve shifts the micro switch، يبقى بيقول لك لما الفور واي ده بيتحرك بيبقى في عندك مايكرو سويتش ويل اكتيفيت ذا لايت تو اليمينيت. يبقى المايكرو سويتش دي هتحس بالبريشر وساعتها على طول دايركت هتخلي لك تنور ال تخليه ينور الايه اللايت، يعني تخلي اللمبه تنور على طول. طيب وين ذا لايت اليمينيت، لما اللمبه تنور ده معناها ان الاويل on its way to the POP function، معناها ان حصل شيفت في ال 3 position 4 way، لكن مش بالضروره يكون معناها ان الفانكشن تمت خلاص. يبقى معناها ان لما اللمبه تنور معناها ان ده اتحرك، غير كده لا خلاص. طيب بعض الاسئله بقى بنقول اهو indicator على اللايتس اون ذا POP ريموت بانل، بقول لك ايه؟ بنقول ان 3 position 4 way valve is hydraulically working، يعني هو شغله هيدروليكي، لكن بيدار ازاي؟ but it is air operated، لكنه يدار عن طريق الهواء من خلال الريموت كنترول بانل. طيب بنقول ان في عندك مايكرو سويتش، المايكرو سويتش is located at the main unit، في المين يونت يعني الهيدروليك يونت، it will send a signal to the indicator lights to change color only when the four way three position valve shift. يبقى لما الفور way three position valve يتحرك لا اللمبه نورت، غير كده ما تنورش. طيب بقول اهو indicator lights don't tell us that the POP function has completed زي اللي احنا قلناه اهو، لكن معناها ايه؟ بتيل us that the four way is already shifted خلاص، وان الاويل is flowing under pressure to move the function piston to complete the close or open operation خلاص. طيب ناخد بقى شويه حاجات كده ايه ملحوظات كده ونجاوب ايه عليها كده. بيقول لك يا سيدي اول حاجه if the indicator light doesn't illuminate، انا جيت اضغط على الزرار ده اهو فعشان اقفل الرامه ما نورش، لكن خد بالك اهو احنا قلنا هنا عشان تعمل فانكشن عينك على حاجتين، اللمبه نورت ولا لا، والعدادات نزلت وطلعت ولا لا خلاص. فبقول لك ايه؟ لو اللمبه ما نورتش but the gauges drop and later rise back up، يعني العدادات نزلت وطلعت تاني. كلمة العدادات نزلت وطلعت تاني يعني خراطيم الهيدروليك اللي واصلة للبي او بي الفانكشن بتاعتها حصل خلاص. كلمة العداد حصل له دروب ورجع تاني، معنى كده ان البريشر ده اهو، ان الخراطيم اللي موجودة اهو فيها بريشر بدليل ان هو نزل وطلع. يبقى معنى كده ان حضرتك لما ضغطت وصل اير، الاير تنى ماشي وعمل شيفت وخلى الاثنين دول يتحركوا. قال لا امال يبقى ايه العيب بقى؟ ما ممكن تكون اللمبه نفسها اللي مش بتنور صح؟ يبقى العيب هنا بنقول يبقى it means that the oil has been used to move the piston on the POP and the function is completed. الفانكشن completed بقى، لكن السبب ممكن يكون ايه؟ bulb has blown، او بنقول ان اللمبه باظت او اللمبه ما بتقتش يعني ما بتنورش خلاص؟ طيب حاجه ثانيه بنقول ايه؟ if indicator light doesn't illuminate، ها يبقى اللمبه ما نورتش and pressure gauge doesn't drop والعدادات ما وقعتش، يبقى معنى كده ان الفانكشن ما حصلتش
خلاص يبقى انا ضغطت هنا اهو ماشي، حصل ان الاير خلي الاير مش، ولكن الفانكشن ما حصلتش، ما حصلش ان ده اتحرك، ما حصلش ان ده اتغير، ما حصلش ان في بريشر هنا يعني. فده معناه ان ده اصلا ممكن يكون ما اتغيرش، ده ممكن يكون ايه ما اتحركش من مكانه. فمعناتها ايه بقى؟ It means that no oil has been used and the BOP piston doesn't move and this caused because of اول حاجه ممكن يبقى الفور واي فالف فيلد تو شيفت، ده ما نجحش ان هو يحصل له شيفت. خلاص؟ طيب ممكن يكون الماستر كنترول فالف از نوت ديبريسد وذ كنترول فالف اوف ذا فانكشن، يعني حضرتك وانت ضاغط على الماستر فالف مثلا ما ضغطتش على الماستر فالف وحطيت صباعك على طول من غير ما تشغل الماستر بايدك الثانيه، فمعناه ان اصلا ما فيش هواء دخل. تمام؟ ثالث حاجه ممكن يبقى نو اير بريشر از جوينج تو ذا ريموف بانل، يعني ممكن يبقى الكمبريسور فاصل او اي حاجه، يبقى ممكن يكون السبب ان ما فيش هواء او ان الفور واي مستر. طيب اللي بعده if indicator light illuminates يعني نورت اللمبه اهو نورت، معنى ان هي نورت معناها ان ده اتغير مكانه على طول، معناها ان الفور واي 3 بوزيشن ايه اتنقل من كلوز لاوبن على طول. ولكن but pressure gauges don't drop، يعني معنى ان هي نورت يعني هنا ده اتحرك لكن البريشر ما حصلوش دروب، ده معناته ايه؟ معناته ان الخط ده اهو مسدود، فبالتالي الفانكشن هنا ما حصلتش، وبالتالي الفانكشن ما حصلتش، يبقى احنا بنقول معناتها ان الخطوط ديت حصل لها ايه؟ ان هي مسدوده. يبقى it means that the four way valve has shifted but hydraulic lines between the four way and the BOP is blocked. خلاص؟ طيب رقم اربعه if indicator light illuminates يعني اللمبه دي لما ضغطت عليها نورت، خلاص؟ برضه معناتها ان ده اتقلب مكانه من كلوز لاوبن ومن اوبن لكلوز، خلاص؟ اند بريشر دروب، البريشر نزل بات دونت رايز باك، البريشر راح ما رجعش، معنى انه ايه؟ ان هو راح ما رجعش، معناتها ان الدايره دي مفتوحه. الدايره مفتوحه ليه؟ لان حضرتك في ديسكونكت لللاينز للهيدروليك لاينز ده. يبقى الحل فين بقى حضرتك؟ ان في ديسكونكت حصل اهو. يبقى بنقول هنا this means that the oil has been used خلاص and function completed but there is leak in the hydraulic system، في ليك هنا اهو، الخطوط ديت بتليق، الخطوط دي بايظه او مش متوصله. خلاص؟ طيب بنقول اهو indicator lights برضه problem، بنقول رقم خمسه if indicator light ايه illuminate، لو اللمبه نورت، اللمبه هنا نورت معناها برضه ان ده اتغير موضعه. خلاص؟ تمام. بيقول لك اند بريشر دروبد، البريشر نزل، ذن ذا مانيفولد بريشر ريزد باك، يعني معنى كان المانيفولد رجع تاني 1500 ولكن الاكيوميليتور بريشر didn't rise back to 3000. الاكيوميليتور طلع بس ما طلعش لل 3000، ده معناته ايه؟ ها؟ معناته ان البمبات اللي بترجع تشحنه تاني وقفت قبل ال 3000. فده معناتها ان هي متعايره غلط او السويتش بتاعها فيه حاجه غلط. خلاص يبقى ده معناته ايه يا جماعه؟ وزي ما قلنا البمبات فيها مشكله، يبقى بامب مي ها بروبلمز تو اوبريت. او السبب الثاني ان ممكن البمبات تبقى متعايره غلط، ان اللي هي السويتش بتاعها اللي هي الهيدروليك هيدرو اللي هو سوري اسف اللي هو هيدرو نيوماتيك سويتش او الهيدرو الكتريك سويتش، دول متعايرين غلط وبالتالي ممكن يبقى فيهم مشكله. اتمنى يا رب نكون قدرنا نشرح الدرس ده بشكل سلس. لو عجبك الفيديو شير ولايك وسبسكرايب، القناه دي بتاعتك مش بتاعتي انا. حياتي ليكم جدا، أشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.